العملية الثالثة أو المرحلة الثالثة المفروض إن إحنا طبعا عملنا ملفات الإكسل اللي هي بتاعة الإكزيست ريزيدوال وبتاعة الفينش ريزيدوال، ودي طبعا زي ما قلنا قبل كده فايدتها علشان بتخلي كده المساحات واحدة أو متساوية. فبيتفضل لنا إن إحنا نعمل لها بقى ملفات جريد، بنفتح السيرفر وبنيجي نطلب من جريد داتا، بنخش على الاكزيست ريزيدوال اللي احنا كنا عاملينه، نقول له اوبن. طبعا علشان يعمل الجريد زي ما احنا قلنا قبل كده، الاكس على كولوم ايه، الواي على كولوم بي، الزد على كولوم سي، وهي متجهزه على هذا الاساس. هنا بس بيتبقى لينا ان احنا المره اللي فاتت لما عملنا جريد اللي هو الاول كنا مغيرين السبيسنج ومخلينه اقل، هنا هنغير اللاينز وهي اللي هنخليها اقل اكبر. فبدل 100 في الاكس هنخليها 500، وبدل 90 هنا في الواي هنخليها 500. وهنلاحظ ان لما نعمل الجريد ده وبعدين نيجي نعمل الجريد بتاع الفينش علشان المساحات واحده، هنبص نلاقي السبيسنج واحد، يعني هنا السبيسنج في الاكس عمل 36.03 وفي الواي 32.44، فنفتكرهم كده علشان نشوف في الجريد بتاع الفينش ريزيدوال. هنا نخلص دي ونقول له اوكي، يوزر كان معمول قبل كده فهو بيعمل الجريد بردك بتاعه، بنقول له اوكي. كده خلص الجريد بتاع الاكزيست ريزيدوال. نخش تاني من قائمة جريد داتا ونعمل للفينش ريزيدوال، ادي الفينش ريزيدوال، نقول له اوبن. وبرضك نغير في اللاينز، نخليها برضو بنفس الطريقة، بالنسبة للإكس نخليها 500، وبالنسبة للواي اللي هي 90 دي نخليها 500. هنبص نلاقي هنا ادي السبيسنج، شوف 36.03 زي التانية، وهنا في الواي 32.44، ده زي ما قلنا علشان المساحات متساوية. هنقول له اوكي، وكده عمل الجريد للاتنين. احنا بنعمل الكلام ده علشان هنبتدي نخش على الملف اللي هو التجهيز اللي احنا كنا مجهزينه قبل كده، غير الريزيدوال كنا مجهزين ملف اكسل اللي هو البوردر اللي هو اللي احنا عاملينه ده اللي قصادنا ده. الملف ده علشان نقدر نقطع بقى على قد بالظبط القطعة اللي احنا هنحسب عليها الكميات. بس كنا قلنا هنا بينقصنا خطوة، هنا اهو كنا قلنا ان اول نقطة كانت اتسجلت في الحدود دي المفروض ان احنا بنكررها تاني، فهناخد النقطة اللي فوق اللي هي اول نقطة وهنكررها، هناخد منها كوبي اللي هي في الاكس والواي. طبعا الزد احنا مش طالبينها او مش محتاجينها، فهناخد الاكس والواي كوبي، ونيجي هنا في اخر واحده نعمل لها باست، يوم ينزل لي زي ما هي كده. والمعادلات اللي قدامنا دي اللي احنا كنا عاملينها هنكملها للنقطه دي، يبقى كده خد النقط دي كلها. المفروض ان احنا نجهزها، هي دي اللي هنشتغل بيها البلانك فايل اللي هنطلبه في السيرفر. نرجع للسيرفر تاني، هنقول له من قائمة ماب هنقول بوست ماب، ما هو لازم ننزل لوحة او خريطة على اساس هنعمل البلانك، ونقول له نيو بوست ماب. مثلا ناخد اكزيست اي حاجة، اكزيست ريزيدوال، لان لازم نعمل ماب نشتغل عليه موضوع البلانك فايل، نقول له اوبن. فطبعا هينزلها كلوحة مرسومة بالسيمبلز، بنعمل كليك في نص اللوحة علشان تبقى اكتف معايا اللوحة، وهي الدليل على اكتف ان هي في نقط خضراء اهي في الجناب. وبعدين هنبتدي من قائمة ماب هنقول له ديجيتايز، ديجيتايز، وهيقوم يعمل لي كروس اسود. نيجي في نص اللوحة او في اي جزء من اللوحة هنا نعمل كليك واحدة بالشمال
هتبص تلاقيه جاب لي جدول حط لي فيه احداثيات النقطه اللي انا عملت عليها كليك، اللي هي النقطه الحمراء دي. المقصود منها ان هي اللي هنحط عليها احداثيات البوردر، فهو بيدي لك فرصه انك انت تعمل احداثيات البوردر. وطبعا احداثيات البوردر علشان نعملها بالشكل ده مش هتبقى دقيقه، وعلشان كده احنا حضرنا الملف اللي هو الاكسل. هنيجي بقى في الجدول ده هنقوم نهشر او نكتب السطر اللي هو اللي اتعمل بالاحداثيات بتاعه النقطه دي، وده هنغيره. هنغيره ازاي؟ هنيجي نقلب بقى على الاكسل وناخد كوبي من المعادلات اللي احنا عملناها دي، بعد ما طبعا عدلنا هنا لاخر نقطه ناخد منها كوبي، ناخد منها كوبي، وبعدين نرجع تاني للسيرفر. وبدل دول وبدل الاحداثي ده هنقول له باست، بحيث ان هو ينزل لنا الاحداثيات الصحيحه بتاعت الكورنرز. هنقول له باست اهو من هنا، نخليها كنترول في احسن، الباست نخليها كنترول في. بصينا لقيناه راح منزل لي الاحداثيات ابتداء من الاول، وحتى اول نقطه اهي اللي هي 617.013.81 هتعادل اخر نقطه اللي هي 617.013.81. في الحاله دي على طول بنقول له فايل سيف از، هنسيفها طبعا، وهينزل على الملف طبعا بتاعنا، هيبقى زي بلانك فايل، هنسميها مثلا بلانك، فلنفرض نسميها بلانك باسم بلانك، ونقول له سيف. خلي بالك من الخطوات دي، وبعدين نطلع تاني خطوة نروح من الكروس الاحمر ده نعمل كلوز للبلانك خلاص، وبعدين نعمل اسكيب علشان